بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد أبو الله. في رسالة لكل الشباب، لكل الناس المهتمين فعلا بمستقبل وطننا. السؤال ناتج من خوف، الناس بيتكرروا تلوكوا زي اللبانة كل مرة. طيب الحكومة دي لو مشت البديل منه، البديل شنو؟ ودائما بيجيبوا أسماء بعينها، يقول لك يجينا تاني حسن ترابي، ولا يجينا تاني صديق المهدي، ولا يجينا تاني المرغني. طيب انا دار اقول لكم، الزول الجاي ده نجيبه انا، احنا كل واحد فينا عنده اخوه، عنده ابوه، عنده امه، عنده اخته، عنده خالته، عنده زول زميله في الشغل، زميله في الدراسه، زول حاليا ممكن يمسك وزاره التعليم ويخلي عندنا افضل نظام بتاع تعليم في العالم، يمسك وزاره الصحه ويخلي عندنا احسن نظام صحه في العالم. اي واحد ياخذ احسن نظام صحه من غير ما نمشي لديوان الزكاه عشان نطلب عوني ولا حاجة، من غير ما نسافر للأردن ولا مصر ولا نلبس أي حتة، ويجيب البديل ده بنفسه. في صفحة في الفيسبوك اسمها سودان هوز نيكست. الصفحة دي يا أخواننا مفروض كل واحد فينا يرشح فيها أسماء للناس اللي بيعرفهم، ناس بيعرفين نوم عفيفي اليد واللسان، وناس ممكن يخلوا سودان هذا أفضل سودان. خدوا الأسماء دي وخلونا نختار من ضمن الأسماء دي، من الأفضل ديل نختار أفضل الأفضل عشان يقود السودان في المرحلة الجاية لبر الأمان، عشان نكون دولة عندنا وطن. شكرا جزيلا.